والثورة وأيا كان ما حدث. المرة السابقة لحلفان اليمين كان أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه لم يكن هناك مجلس نواب. هذه المرة الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، معناه كده مع دستور 2014، وبالتالي فكرة تثبيت أركان الدولة قد حدثت. وأن النهاردة بنتحدث عن مرحلة ما بعد تثبيت أركان الدولة ومؤسساتها وتطبيق دستورها تطبيقا دقيقا بعد انتخابات، جميع الإجراءات التي قررها الدستور تجري، واليوم بداية العمل ونحن يعني قد استكملنا هذه المهمة. الخارج بيشوف ده ازاي؟ اليوم مجلس النواب المنتخب، رئيس المنتخب أم مجلس النواب المنتخب، بعكس ما كان في السابق من 2011 حتى 2014، انتخابات أو أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية والجمعية العمومية المحكمة الدستورية. إيه الفرق ما بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب أمام العالم؟ يعني يمكن العالم ما يفهمش دقائق الدستور المصري، لكن المشهدين طبعا بيدل على ان مصر بلد فيها مؤسسات وفيها دستور، يعني لا يوجد فيها مثلا حزب قائد او اي من كان العلامات الثوريه اللي ارتبطت بالعالم الثالث عامه او العالم اللي بعد كده كان بقى الاشتراكي. يعني انت عندك هنا دستور، وبعدين لما بيكونش في مجلس نواب يبقى اذا عندك آلية موجودة. فهنا ده بلد، ده جزء من مسألة استمرارية الدولة المصرية.